احنا رجينا من مدينه سيدي سليمان، من واحد القريه، قريه الضرب العامري. جينا المهم باش نحتفلوا بهذا الاحتفال ديال صاحب الجلاله ونشوفوا هذا الشيء اللي كيقوم به هنايا في الرباط. احنا دابا في محطه الرباط في المدينه، وصلنا دابا يلاه مع 4:30. احنا معنا تقريبا جينا شي 60 واحد، جينا في واحد الحافله وجينا مجيه كانت زوينه وناشطين فرحين الى اخره، باغين اننا يعني نفرحوا مع سيدنا في هذه المناسبه هذه. وفعلا انه 3 ايام ولا 4 ايام وحنايا ما كننعسوا ما والو، تنقولوا حتى نمشيو حتى نوصلوا حتى نشوفوا سيدنا الى اخره ونوصلوا الرباط ونشوفوا المدينه. فعلا احنا جينا وشفنا هذا الشيء هذا، الحمد لله جينا الزياره ديال سيدنا الله ينصره والله يشافيه لينا. احنا راه جينا من مدينه بن سليمان وكنحبوا سيدنا والله ينصره والله يزيد في ايامه، وهذا نهار زين هذا باش جينا، نهار زين هذا باش نشوفوا سيدنا الله ينصره ويطول عمره. جينا نشوفوا سيدنا الله يطولوا العمر والله يحفظوا لينا، جينا نستقبلوه. زوين هادشي تبارك الله ما شاء الله، زوين كل شيء زوين، الله يحفظ كل شيء والله يطولوا العمر، حنا كنبغيوه. حنا كنشكروا الملك ديالنا والله يشافيه لينا والله يداويه لينا، وبغينا لي الصحيحه ديالو وعطينا المتعه وعايشين في بلادنا زوين، وبغينا يكون السفر ديالو زوين والله يشافيه والله يداويه. ومع الاجواء الزينه والمطر غيطيح باش يبين سيدنا الله يداويه الله ينصره، عطينا الحريه وعطينا عاش الملك الله يشافيه.